مساء الخير مشاهدينا، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وفقره تانيه من برنامج نجوم على الهواء. احب ارحب بزمايلي. ازيك يا وائل؟ اهلا وسهلا. ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ ازيك يا بسمه؟ عامله ايه؟ كله كويس؟ احب ارحب ببسمه. تمام الحمد لله. ازيك يا منى؟ اخبار تمام؟ ملحومين بالاحداث السياسيه، تطلع خناقه ظريفه بين هاديه غالب واحمد غادي، والرجاله تطلع تقول هي مين وعملت ايه علشان تتكلم بالطريقه دي وتطلب مواصفات معينه من شريك حياتها وتتكلم انها مشغوله بشغلها وبحياتها. فايه رايك يا بسمه في الحوار اللي دار بين هاديه واحمد؟ بصي، هي طبيعي انها من اول مقابله نقعد مع بعض، مش من الطبيعي ان انا اقعد اقول لك انا هقدم لك وهقدم لك وهقدم لك وهعمل ايه وايه اللي هيحصل. لا، المفروض ان انا اول مقابله دي بقعد بقول شخصيتي، بتكلم عن نفسي اكتر، ايه انت اكتر حاجه كويسه فيك، لكن انا مش هقعد بقى اقول لك انا هعمل وهعمل وهعمل، ده طبيعي يعني. بس انا شايف ان احنا مظلومين الصراحه في القصه دي، يعني في رجاله كتيره قوي دخلت في الترند بتاع هاديه غالب واحمد غازي، وكانوا قاعدين بيتكلموا انه مش مهم جدا زي ما انا هدي في العلاقه ابقى عارف انا ايه اللي اقدر ان انا اقدمه، ما اطلبش بس احنا علشان برضو محظوظين، خدي بالك برضو. فالراجل اللي جه بقى يوضح القصه دي طلع توكسيك وطلع خاين وطلع مطلق، فتبروزنا كلنا في الحيط يعني، فاهمه؟ خلاص بقى يعني رحنا. والله فيعني فاحنا بقينا مضرورين قصه في قصه الطلبات اللي كان بيطلبها منه دي. طب ايه رايكم نتكلم النهارده عن موضوع شائك وبسببه طلقات كتير جدا بتحصل؟ ايه بقى؟ زي مثلا موضوع القايمه. لا، النيش. ما احنا هنكتب قايمه هفتح نيش. انا ماضي. ايه ده؟ والله هكتب قايمه هفتح نيش، ده الموضوع ده انتهى بالنسبه لي خلاص. بجد؟ لانه موضوع غريب يعني. طب يعني ايه اللي بيقلقكم من موضوع ان احنا نكتب قايمه؟ احنا بنتحبس حضرتك، اصل افهمك، القايمه دي لما نيجي نكتبها ما بنكتبش بس حاجات معينه او بنكتب حاجات اللي جت، لا، بتبقى البنت قاعده اطلب ما اطلبش ليه، فتلاقي في حاجات كتير قوي اتكتبت في القايمه ما هياش موجوده. فطبعا لو لا قدر الله حصل طلاق هو اتحبس خلاص، اصل مش هيجيب الحاجات اللي ما جاتش، ما كان جابها في الاول. ماشي، حصل طلاق، هي بقى تحفظ حقها ازاي؟ يعني القايمه دي اصلا كانت بتتكتب، يعني بص هقول لك، زمان كانوا ما بيكتبوش قايمه علشان خاطر بيبقى فيه مهر، فما بيكتبش ولا قايمه ولا مؤخر ولا الكلام ده، هو كان بيقوم مظهور بالموضوع كله، فبيبقى خلاص الموضوع منتهي. دلوقتي البنت عادي هتحفظ حقها ازاي؟ مثلا افرض حصل طلاق، انا بقى دلوقتي هاخد حقي منك ازاي؟ ولو في طفل، الطفل دوت هصرف عليه منين؟ وبعدين في حاجه كمان هقول لك، يعني اكيد مش هنصرف عليه من القايمه. والله لا، بس ازاي احنا ناخد قايمه وناخد مؤخر وناخد نفقه وناخد الشقه جابت بيبي جابت بيبي ايوه الشقه من حق الزوجه. بدات ازاي اصلا؟ في الدولة الفاطمية زمان سنة 1160 كان الراجل المصري، الحمد لله يعني، ما هو احنا سبب كل كارثة بتحصل لنا. الراجل المصري كان عينه زايغة، فكان بيحب يتجوز كتير، بس لما يجي يخلف، شوفي بقى الولاء للسلالة، يجي يخلف من مصرية لكن يتجوز يهودية عادي، فكان بيتجوز بنات اليهود كتير وبعدين يطلقها ويتجوز بقى المصرية يخلف منها. يعني شوفي، يعني كمان مش عينيهم زايجة، لا كمان بيشوفوا هيتجوزوا ازاي ويخططوا ويتجوزوا بأقل التكاليف. لا لا، ما ربنا اصله برضه بيسلط ابدان على ابدان، راح سلط علينا اليهود خلاهم قال لك طب هو هيتجوز بقى ويطلق ويبقى نجم؟ لا، احنا هنكتبه قايمه بالحاجات اللي هو المنقولات الموجوده، ولما يجي يطلق يدفع الفلوس دي بس. فطلعت فكره القايمه. والقايمه بتاعت اليهود كانت بتبقى عباره عن ايه مثلا؟ انا هقول لك بقى، عشان انت بصي بقى، انا بره هو واقف في مصطلحات كتير قوي، فانا قررت ان انا اقول المصطلحات دي لان انا اصلا مش فاهمه ايه اللي بيتقال. بص بقى يا سيدي، خليني الاول اقول ان القايمه ديت كانت من ايام اليهود، كان في مكان ليهم في مصر القديمه في الفسطاط بيحفظوا دايما الوثائق بتاعتهم. تمام، نقول بقى القايمه دي بتقول ايه؟ بس اهم حاجه بس نركز ان دي هتبقى من اليهود، يعني انت مثلا هتقروا من القايمه هتعرفوا. بصوا بقى، دي مهزله بجد. معلقتين، ماشي، ومعركه. ايه المعركه دي؟ بتهيألي دي اللي هي لما حد بيعرق بيهوي، يعني زمان ما كانش فيه هوايه، فكانت مكان مروحه صح. ماشي، وبرده. ايه البرده دي؟ برده موبايل؟ لا البرده اللي هي دي اللبس اللي احنا بنلبسه، البرده اللي احنا، بس هي في حاجه اكبر من كده بكتير كمان هتلاقيها في الموجوده في القايمه. بيقول لك بقى في ايه تاني؟ أيوة. بيقول لك في رداء كلاموني، ماشي، وبيقول لك في جاكونيه مشهره بالورد. ايوه تمام، وبيقول لك في نصف رداء مشفع. هو ده بقى اللي بقول لك عليه، قايمه يهود، نص رداء، مش رداء كامل، لا هو نص. انا كده دخلت بنص رداء. وفي جاكونيه كمان بيضه.
دي كانت القايمه انت يعني هي دي بقى الفكره. بس انا السؤال المهم قوي، ايه اللي في القايمه ده مهم وذو قيمه يخلينا لما اطلع هبقى يعني هعطل ان انا اجيب معلقتين؟ مش فاهم. طب انا ثانيه واحده، افرض جالي ضيوف اكلهم بيه مثلا بجد والله يعني ده. بستنى بس عشان في حاجه كمان بيقول لك عايز طاسه وكوز كوز زيت بغطا، يعني بغطا يعني كمان الغطا بيتكتب، وانتوا بتتخانقوا هنا عشان خاطر معلقه وشوكه ما بتتكتبش. احنا هنا دلوقتي القايمه بتجيب من كل حاجه اتنين، واحده ليكي وواحده لحماتك. اه ما دي برضو دي غريبه برضو. طب هو ما ينفعش انت رشوه يعني بتديها؟ اه طبعا اديتك ابنها انت خدت مديكي جوهره. لا بصي، هي الفكره بتكافئيها بالظبط. الفكره ان البنت دايما دلوقتي زيها زي الولد بالظبط، بل بالعكس بتجيب حاجات اكتر من الولد بكتير. فما عنديش مشكله ان انا اكتب قايمه، بما ان انا جايبه حاجات كتير جدا فلازم اكتبها عشان احفظ حقي زي ما قلت في البدايه. ايوه بس تبقى حاجه ليها قيمه، بمعنى يعني ما تكتبش الضروريات يعني الضروريه قوي، لكن مش لازم ان احنا ندخل بديون مثلا نقعد نسدها 7 سنين مثلا. الله ينور عليك والله 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 بجد والله. يعني مش عارفه احنا ده يعني انت في بدايه حياتك فيها ايه لما نبقى في حاجات ناقصه اللي هي ممكن تستحمل تستنى شويه. لا ما هو احنا اصلا الموضوع بيبدا معانا مش كده خالص، بيبدا معانا في الاول تعالى بس يا حبيبي هنقعد بس نتكلم مع بابا دقيقتين. فانت بتلاقي بقى فجاه زغليط، وبعد كده بتسمعي كلمه بقى بنشتري الراجل فبنسحب. ومش ايه مش مهم الذهب على فكره. مش مهم الذهب. وبعد كده بتلاقي العريس داخل، اقول لكم والله في بدل الفرح بيبقى رابط حزام على، هو بيبقى بايع كليته، هو مش ده حزام هو خلاص باع كل حاجه لدرجه ان هو داخل علشان يتجوز بالجوازه بالطريقه دي. تمام. ما انتوا كمان برضو بتقولوا خلاص ماشي يا حبيبتي هعمل كل اللي انت عايزاه، وحاضر يا حبيبتي اكتبي، انا كده كده مش فارق، انا اهم حاجه انت. ايوه وفي الاخر ده تثبيت. الكلمه دي ايوه ده ايوه ده تثبيت. الكلمه دي بتتقال عشان خاطر يخلع. لا ما احنا هنكتب قايمه نفتح نيش، الموضوع ده انتهى بالنسبه لي. انت عارف النيش ده لو كوبايه انت كده مش عايز تكمل، انت كده عايز تنهي حياتك ولا ايه ده؟ خلاص. انت عارفه ان اصلا ان فكره ان انا افتح النيش ده اصلا ممكن يوصلني لايه؟ طبعا. بيت بره البيت 4 ايام مش موجود. دي حاجه في مورثه يعني، دي حاجه عارف انت زي الاثار اللي هو بس احفوريات. لا هي الفكره برضو ان احنا بنبقى جايبين حاجه كويسه وجايبين حاجه للزمن زي ما انت بتقول كده، فما ينفعش. وبصراحه يعني هنقول ان في شويه اهمال شويه في الرجاله. اهمال مش اهمال، احنا نفتح انا بوجه ندائي النهارده والله بجد لكل شاب. انا هعمل جروب على الواتساب. ايوه هنسال فيه على بعض. هيجي بقى يجي لي بقى الادمن بقى يجي له احمد محمد من مصر الجديده فتح النيش، فنسال عليه بقى جالك سبحات اتعورت نلغيه والله نلغي النيش. انتوا متضايقين ليه بقى؟ نلغي النيش. لا دي قصه. هو دلوقتي اختلف، هو اختلف دلوقتي، اختلف بقى مثلا ممكن مذهب بتاع دولاب مذهب بالدولاب اللي هو الفضيات مش عارف ايه. بس النيش ده حاجه اساسيه جدا حاجة ان البنت ما تعملهاش والله. احنا ممكن بدل ما هي مثلا تجيب نيش ممكن تجيب حاجه هي محتاجاها قوي. ده رايي بجد والله. بس انا عامه هو الوضع هنا في مصر ما اختلفش كتير عن الدول العربيه. يعني انت عندك دوله مثلا زي دول من دول العربيه عندهم من عادات اللي هو ان انا ابدا الجواز او حاجات زي كده، غير بقى انه الست بتروح الاول لحد بيت جوزها حافيه، وبعدين تبات تنام على الارض، وبعدين تصحى تاني يوم تطبخ هي للناس. بقى الموضوع وصل ان احنا بقى هجامين يعني بيعذبوها يعني. ده بص بيخش على بيت العروسه ياخدوا منها الكوبايات حاجات، وانا اقعد اكتشف الحاجات اللي اتاخدت دي، لانه بيقول لك هو عندهم من قناعاتهم يعني انه لما ده يحصل ده معناه ان الست هتيجي بالخير بتاعها بعد ما يسرقوها، بقى لها هجامين يعني عارفه بنقطع. وبعد كده يطلعها وياخدها يرميها وياخد بقى كل حاجه قدامها. القايمه والجو ده كله احنا بنضمن حق الست. طبعا الست مظلومه. تمام. طب بقى الراجل المظلوم يعني هو تقريبا في رجاله برضو اتظلمت. في ستات داخله بزنس، انا بتجوزك والله عشنا عشنا ما عشناش خلاص، انا هخرج بالبيت هجيب عيل اخد تمكين من الشقه هاخد العفش. ما هو دول بقى بيبقوا نوعين من الرجاله بقى بيخلصوا القصه دي. يا بيمشي بيكلم نفسه في الشارع يعني ما هو خلاص اتجنن، يا ما فيش خلاص بقى هيتجوز منين ما بقاش عنده خلاص اي امكانيات ثانيه. ماشي. ما تنسوش برضو يا جماعه ان بعد الطلاق تمام ان الست هي اللي بتشيل المسؤوليه كامله، هي اللي بتقوم البيت، هي اللي بتربي الولد، بتقوم بدور الراجل وبدور الست، فالموضوع المسؤوليه بيبقى زايد عليها. وفي الاخر الاستاذ بيجي ياخد الاولاد منها بعد السن رشد او بعد ما يعدوا سن معين. احنا هنشوف ماشي رأي هي بتقعد تربي عن وتكبر يعني ونعلق عليها دلوقتي. بصوا احنا كنا عملنا زي اسك كده وطلعت لنا بقى هننزل على الشاشه دلوقتي. المفروض طلعت لنا مفروض انه من ضمن الحاجات اللي اتكتبت يعني، بس ده اكيد بيهرج يعني دي اكيد كانت نكته. قال لك اكل الثلاجه
انا مش عارف ايه اكل التلاجة ومش عارف اكتبه في القايمه ازاي، يعني ما اكل التلاجة؟ ما انا مش عارف اكتب ازاي، بس هو اكيد بيهرج ان شاء الله يبقى بيهرج، يعني ما بقاش وصلنا للمراحل دي عشان دي كده كانت ماساه يعني بالنسبه لنا. حد تاني كان كاتب لعب ودباديب، اكيد ده برضو يعني اكيد دي نكته. وحد تاني كتب بقى حاجه غريبه، قال لك عدد المعالق والشوك والجراب البلاستيك والحاجات دي. طب دي هنكتبها ليه؟ يعني انا اكتب عدد المعالق ليه؟ انت تعرف ان في جوازات فعلا بتقف بتبوظ، يعني ستوريهات من هنا لحد السنه الجايه، يعني لحد سنين قدام بتبوظ بسبب مثلا معلقه ما اتكتبتش، شوكه ما اتكتبتش، مثلا فوطه زياده. وبعدين بص كمان في حاجه، ان في الارياف العروسه بتجهز ليها والحمات والحماتها اللي هو اللي هي مامه العريس. لا انا مش هرد، انا هخلي منها هي اللي ترد. ايه بجد والله انا شكيت انا في القصه دي والله. انت لا منى حاسه انها متضايقه والله. يعني هو الفكره ان انا بشوف ان لو الراجل متضايق قوي يعني يجيب الحاجه على قده، يعني شوف انت مقدرتك ايه وهات حاجتك. شايفه احنا بقى عايزين مواصفات زي كده بقى. لا مش مش عايزين مواصفات. دي اصل حاجه شوف والله احنا نضمن حقنا، انت معترض خلاص اوكي هات حاجتك انت بقى بمقدرتك. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو برضو القايمه بعد ما اتكتبت في الدوله الفاطميه زي ما شرحنا كده للناس، هو سببها بقى اللي اتكتب بيها بقى لو تفتكر كان فتره الاربعينات والخمسينات. كان الراجل يروح يتجوز ازاي؟ يدفع مهر وابو العروسه بقى هو اللي يجهز وهو اللي يفرش وهو اللي يعمل الفرح وبتاع. صح. فاكرين فيلم ام العروسه؟ طبعا. كان يوسف شعبان كان بيتجوز سميره احمد. وبعدين جه حسن يوسف راح حسبي الله ونعم مش ليه هو كشخصيه يعني والله كان جد في المؤلف كان عايز يتجوز مديحه سالم. فالراجل يعني عماد حمدي خلاص كان بيموت ووقع في الارض وبتاع، راح موطي انا مش عارف ليه يعني ايه الفايده. المهم راح موطي وقال له ايه؟ قال له انا مستعد يا عمي اساعد معاك. هو من هنا بدات مأساتنا يعني. احنا شقينا طريقنا في فحسبي الله يعني احنا تملي اللي بنبدا القصه بايدنا، يعني احنا السبب معاك. وفي الاول وفي الاخر هرجع اقول لك ان القايمه دي بتتكتب لحفظ حق البنت. عايزه اقول لك ان نسبه الطلاق زادت جدا في الايام الاخيره من 2018 ل 2022 تقريبا 262 حاله، 1000 حاله طلاق في السنه الواحده. رقم فده رقم مهولي ورقم كبير جدا. وفي الاخر كمان هي بتقعد تلف على المحاكم عشان خاطر هو بقى الموضوع بيخش في حته عند. لا انا مش هدفع حاجه، انا مش هعمل حاجه. فهي تقول له طب خلاص انا بيني وبينك المحكمه. فتبتدي ايه بقى مشوار المحكمه. يعني بقى مين بيتهرس بقى في الموضوع ده كله؟ مين؟ مين؟ الاطفال. كمان في حاجه يا جماعه والله، في يعني القايمه عامله قلق وهي ما كانتش موجوده اصلا من زمان. يعني القايمه حاجه لسه مستحدث. وكمان اهالينا كان عندهم قايمه بس كانوا عايشين. احنا دلوقتي في بعض البنات اصلا يعني والله داخلها بيزنس. ايوه. وكمان في مثلا القايمه، انت مثلا اخد شقه ايجار، انت بتلاقي نفسك مش بس بتدي قايمه، هي ممكن تاخد القايمه تنقلها في مكان تاني. فبالتالي ترفع عليك تبديد قايمه، فانت دخلت ان انت بتدفع القايمه مرتين. شايفه؟ يعني مش بس الست اللي هي بتتمرقص، احنا ما بنعرفش مديتيشن في المحكمه. يعني انت مش قاعدين بنعمل يوجا. مش تحيز والله. انا مش معاك. في مشاكل زي ما في والله ستات مظلومه، في رجاله فعلا مظلومه. ماشي انت كده انت بتتكلميش، انت ايدك مش زي بعضها، انت مش هتجيبي حد وحش زي حد حلو. وبعدين زي ما في اكزامبل على الرجاله المظلومه، في اكزامبل على راجل مظلوم برضه. انا شايف حاجه ثانيه، انا شايف انه حتى لو هنيجي نكتب قايمه وبتاع ما بقاش فيها بس حته المبالغه. ده في ناس بتيجي تكتب، انا لقيت من ضمن الحاجات وانا بدور على السوشيال ميديا لقيت واحده كاتبه بتسال الناس، يعني انا ما اعرفش بتسال الناس ليه برضه، فبتكتب بتقول يا جماعه انا القايمه بتاعتي موجود فيها 50 جرام ده وقدامها او مش عارف كام جرام ده وقدامها 50,000 جنيه، ادفعه ايه؟ وايه اللي تدفعيه ايه؟ هو مسابقه واحنا بنحكي مسابقه مين يدفع ايه فين؟ ما هي الفكره برضه ان مثلا انت عايز احفظ حقوقي، انا باخد حقوق يعني ليه باخد حاجه اللي الراجل شاريها؟ ما هو عند بقى خلاص، ما احنا لا انا بقول لك احنا دخلنا في انت دلوقتي بدايه القايمه ان بحفظ حقوقي الحاجات اللي انا شارياها. صح؟ طيب ايه الحكمه من ان انا اخد حاجه ما هو دافع لي مهر او هيدفع مؤخر جايب شبكه اوكي انا بالفعل باخد حقوقي. انا بفكر ادخلها معانا ادمن في الجروب بتاع النيش والله بجد والله بجد والله عندك حق فعلا. اظن بقى دي سنه واضحه يعني انت بتاخد حاجته وحاجتها يعني. ايوه هي بتكتب حاجه البيت كلها. انا متهيألي عشان هي بتوصل لمرحله انه انا اصل انت النهارده برضو وتقوم محلفه وتبقى واخده الشقه كمان يعني فاهم يعني اخدت والله يا جماعه طيب اما هتقعد فين بالولد يعني؟ ما هي طبيعي هي واحده حاضنه بس لازم هي مسؤول هي تحس ان زي ما هي ماسكه الراجل فهي برضو يعني معلش انت دلوقتي بقيتي متحكمه تحكم تام
انت ممكن تكوني الراجل ده عامل الشقه بتاعته بكل الفلوس اللي هو محوشها اتجوزك. اصل خلينا مقتنعين ان الراجل لما بيجي يفكر يتجوز فهو قرر يستقر لان هو قادر يعيش حياته وعنده شقته وعنده عربيته وعنده ما كانش يبقى في خلاف اصلا ايه هكتب ايه، لان في ناس بتكتب قايمه عشان خاطر تامن نفسها. ماشي، في لما اجي اطلق بقى تقول لك ايه انا عايز اعمل كذا، ممكن يكون اتفاق رغيين ومثلا ما فيش شغل، تقول لك لا انا عايز اشتغل، انا خلاص انا زهقت وقعدت بتبوظ الجوازات، يبقى قايلها لا، تقوم قايله كده، تقوم عامله ايه رافعة قايمه بس وهي قاعده في بيته لسه ما عملتش اي حاجه. صح، لا بص، ما احنا برضو حد بيجي ياخده يروح البيت. بص برضو بتتكلموا على نموذج معين من ماشي من الناس. هو برضو انا بقى بتكلم عن النموذج التاني اللي هو اصلا بيفضل يلف على. طب انت لازم تضمني حقوق الاثنين. انت شايفه القايمه دي تتكتب ازاي؟ طيب بص، انا شايفه ان القايمه دي تتكتب كل واحد يكتب اللي ليه واللي عليه. ماشي، بس بالعقل زي ما هي قالت، لا انا ازود عليك حاجه ولا انت تعمل لي مشكله على اقل حاجه، فاهم؟ ولا انت كمان تقول لي لا انا مش هكتب حاجه. يعني طبيعي ان احنا الاثنين نبقى نكتب اللي مع بعض. ان لو انا اضمن حاجتي انا في القايمه ماشي تمام، وهي حاجتك او حاجه الشريك بتتكتب في حاله الطلاق من ناحيته او من في حاله ان بسببه طلاق للضرر بقى، في اسباب، في حاجات اثبتت في المحكمه فعلا ان هو لانش ده بتاعي بتاعتي لا ما انا كده انا راوي لا ما هو النيس كده كده في القايمه اللي هي جايباها مش ده بتاعي مش عايزين والله او نفتح انت عارفه بقت حدوته النيس دي بالنسبه لك ايه؟ انا كراجل انا مستعد ان انا اعمل جريمه واروح اسلم نفسي للشرطه ولا اني افتح النيش، بقت حدوته تخوف. يعني بدل ما كانوا بيحكوا للاطفال الصغيره كان مره في زمان وحش مش عارف، لا دلوقتي بيقول لك كان مره في زوج قرع فتح نيش راح ماشي، فانا لا موضوع افتح النيش انا اروح فين؟ انا افتح النيش مش هقدر. ايوه فلا هنكتب طالما بقى بندور على الحاجات دي تتكتب، لكن تورث احفريات او اثار لا، انا شايف انه ده مش انسب حاجه يعني اللي هتحصل في قصه النيش دي. لا هو الفكره ان انت لو في شويه يعني مفيش اهمال شويه هتلاقي نفسك الموضوع تمام جدا، هتقول لك افتح النيش وخش المطبخ وافتح اكل التلاجه كله يا حبيبي زي ما اكل التلاجه اللي كان موجود زي ما كتب في السوشيال ميديا. بص هتعمل كل اللي انت عايزه، اهم حاجه ما يبقاش فيه اهمال في الحاجه. طب يعني ده بالنسبه لي، لان بص مش انت لوحدك اللي تعبان في البيت ده بيتنا سوا، يعني انا مش معاك. ماشي، ما هو لو الكونسيبت كده اوكي لو الكونسيبت كده اوكي. بس انت شايفه ان في جوازات وقفت على قايمه او حاجات معينه تكتب في القايمه؟ طبعا زي ايه مثلا؟ في ناس جم يوم الفرح امضي على القايمه انتوا مثلا، في بند مثلا اللي هو ايه الحاجه، يعني لو حصل طلاق الحاجه تبقى على وضعها اللي هو في البدايه. طب انتوا بقالكم 20 سنه متجوزين مثلا، ظروفنا بقى خلاص يعني ربنا يبارك له بقى، هو هنجيب انت كده بتجيب قايمه تاني؟ ايوه طبعا، يعني انت مش هتسلم القايمه، هو اهون عليه انه يتجوز تاني بالظبط. والله طبيعي، ما انا لازم اخد، هو انا هاخد حاجتي اللي موجوده، افرض الحاجه مثلا لو انت استعملتيها زيك زيه. طب خلاص، ما انا بقول لك انا اصلا في ناس بتخرج مش عارفه تاخد حاجه منها، مش طب عارفه تاخد حاجه من البيت. الجوازات باظت على حاجه معينه كده جدا. انا عارف جوازات كتير قوي. نقول في الاخر ان القايمه دي على حسب الاتفاق، يعني احنا بنتفق لو كل واحد يتفق على حاجه، لو ممكن الراجل يجي يقول لك انا هشيل الليله، انا هجيب كل حاجه وعايزك انت بس. كتر خير وساكن مش حاجه. لا 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 بس ده بيخلع اللي بيقول كده ده. لا 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 اللي بيقول اللي بيقول لك يا حبيبتي انا عايزك انت وعايز الدنيا تحتيكي واي حاجه تحت رجلك دوت واحد بيخلع. انا شايف بمقدرته انا شايف انه القايمه دي حاجه بالاتفاق ما بين الاثنين بالظبط، احنا نتفق عليها على حسب الامكانيات وعلى حسب المتاح علشان ما نقلش او ما فيش حد حقه يضيع او في حاجه زي كده. بالظبط، فانا شايف انه ما بيبقاش فيه مغالاه ونكتب القايمه، واللي هيفتح النيش يا جماعه يطمني والله بعد الحلقه انا بقيت 4 ايام بقيت بره البيت والله بسبب مين، فيبقى طمني انا هبقى اعمل لكم كسرت كوبايه اكيد كسرت كوبايه. انا متضايق قوي كده، هاتوا انتوا النيش. طيب عادي مش مهتمين بالنيش والله. اهم حاجه بجد، اهم حاجه ان الموضوع ما يوصلش للمحاكم. تمام. يعني حتى لو انا خلاص كتبت قايمه وانت كتبت نيش، ايا كان بقى اللي هنتفق عليه نكتبه في القايمه، الموضوع بينا ما يوصلش للمحاكم عشان خاطر يبقى في احترام في العلاقه بعد الانفصال. تمام. يعني البيبي دوت برضو اكيد في اولاد بتبقى مضروره جدا 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 ونفسيتها بتبقى وحشه جدا 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 بسبب ان اهلها، ان باباها ومامته دايما في صراع بينهم، فاحنا ليه نبقى في صراع؟ يعني اختلفنا اوكي مفيش مشكله. عشان كده لازم الاهل يفكروا في اولادهم اكتر،
يعني شوفوا ايه، انا ابني ده اهم، انا اخترت اخلف خلاص يبقى حياتي بالظبط. وفي ناس بتقف، هقول لك في ناس بتقف يعني بتبقى عايزه تتطلق وما ما بتتطلقش بسبب ان في اطفال. بيحوش، لا لا بيحوش عشان ايه؟ والله بيحوش فلوس والله. بيبقى خايف على نفسه. بص برضه هو خايف، برضه خايفين على نفسهم، يعني برضه خايفين على نفسهم. انا هسيب من انا بشكركم والله جدا، وبس الحلقه خلاص للاسف. هو موضوع لذيذ قوي، نحب نتكلم فيه في حلقات تانية ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا يا وائل، ربنا يخليك. ميرسي جدا، انا اتبسطت ان انا موجود معاكم النهارده. ان شاء الله تبقى حلقه ظريفه على الناس ان شاء الله. ونتقابل باذن الله في الاسبوع الجاي ان شاء الله. يوم الاثنين الساعه 2 نجوم على الهواء ان شاء الله باذن الله. شكرا.